إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعود إليكم طلابنا الأعزاء، طلاب الصف التاسع، في درس جديد من دروس الهندسة. وصلنا وإياكم إلى تمرينات الوحدة الأولى من كتاب الهندسة، قمنا بحل السؤال الأول والثاني والثالث. الآن سنقوم بإكمال ما تبقى لدينا من مسائل إن شاء الله. طبعا التمرينات هي صفحة 29. إذن تمرينات الوحدة الأولى من كتاب الهندسة، وصلنا إلى السؤال الرابع. ينص السؤال الرابع أنه في الشكل المرسوم جانبا. هذا هو الشكل. الشكل هو عبارة عن مثلث ABC ورسم فيه AN المتوسط المتعلق بالضلع BC. كيف علمت أنه متوسط؟ لأن AN يقسم الضلع المقابل له إلى قطعتين متساويتين، أو أن N هي منتصف الضلع BC، حيث أن NB تساوي NC. إذن AN متوسط. حدد على AN النقطة O. نريد أن نبرهن أن النقطة O هي مركز ثقال المثلث ABC. طبعا علم لدي أن طول AN 3 جذر 3، المتوسط كله 3 جذر 3، وطول AO هي 2 جذر 3 وهو القسم الأكبر. كيف سأقوم بإثبات أن O هو مركز ثقال المثلث ABC؟ تفضلي أحمد. نعلم أن مركز الثقل المثلث OA على NA يساوي 2/3. نعوض في النسبة OA على NA يساوي 2 جذر 3، على جذر 3 جذر 3 يساوي 2/3. إذن O مركز ثقل المثلث ABC. نعم أحسنت يا أحمد، بارك الله بك. إذن هي إحدى النسب التي تعلمناها أثناء الدرس. أنني أستطيع أن أنسب OA على NA فتكون النسبة 2/3. استطاع أحمد إثبات أن OA على NA هي 2/3. طبعا أستطيع بطرق أخرى، فيمكن أن أثبت أن AO على AN كما قلنا 2/3، أو ON على AN هي 1/3، أو أستطيع من خلال الخاصة الاعتماد على الخاصة. فتقول الخاصة أن بعد مركز ثقل المثلث O، أو يبعد مركز ثقل المثلث O عن رأسه ضعفي بعده عن منتصف الضلع المقابل، فتكون نسبة ON على OA تساوي 1/2. لكن ON هنا غير معلومة، إذن أقوم بإيجادها بكل سهولة. طول ON يساوي AN ناقص AO، إذن يكون لدي طول ON يساوي 3 جذر 3 ناقص 2 جذر 3 وتساوي جذر 3. إذن 3 جذور ناقص جذرين تساوي جذر 1. 3 جذر 3 ناقص 2 جذر 3 تساوي جذر 3، وهو طول القطعة ON. إذا قمنا بنسب ON على OA فيصبح لدي ON على OA تساوي جذر 3 على 2 جذر 3، وبالتالي ON على OA تساوي 1/2. إذا جزء إلى جزئين. إذا هذا يؤدي أن OA تساوي ضعفي ON، وهي حسب خاصة مركز ثقل المثلث. إذا فO هي نقطة تلاقي المتوسطات، وهي مركز ثقل المثلث ABC. طبعا قلنا أن هذه الطريقة ليست وحيدة، فهناك العديد من الطرق، لكن نعتمد على هذه الطريقة على اعتبار أن فيها تطبيق لنص الخاصة. إذا انتهى السؤال، أو انتهى حل السؤال الرابع.